صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضل. عندنا النهارده ان شاء الله عاملين وصفات جميله جدا زي كل يوم، وان شاء الله تعجبكم. كلها وصفات بسيطه كده وفي نفس الوقت طعمه جدا. عندنا النهارده مسقعه بس عاملينها بصوص الهريسه المشطشطه، هي سبايسي وطعمها تحفه، وجايبه معاها كده عيش بلدي عشان نغمس. كمان النهارده في من بواقي السبانخ والكزبره الخضراء عاملين بان كيك حلو جدا جدا للاطفال وللكبار، وكمان ينفع في اللانش بوكس. عندنا كمان النهارده بالخضار المشوي، مش انا امبارح كان في شويه خضار كده عملته نسخه وحطيته لكم في الفرن، عاملين بيه النهارده بيض لذيذ جدا جدا، هيبقى مختلف وكمان في نفس الوقت مغذي وحلو للناس اللي ملهاش في البيض قوي. في بقى الوصفة الرابعة بتاعتنا النهاردة وردات الجلاش، عاملين جلاش النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وما بياخدش 10 دقايق في الفرن، وكمان طريقته يعني سريعة جدا، عاملينه بالجبنة القريش وممكن نزود بدل القريش نحط جبنة فتة. خلاص تعالوا مع بعض نعمل أول وصفة معانا النهاردة، وصفة المسقعة، ونشوف مقاديرها ايه. مسقعة بالهريسة، عندنا الهريسة وانا جايباها المرة دي مشطشطة، المسقعة النهاردة مشطشطة. عندنا بتنجان، شرايح من البتنجان اللي احنا عايزين نقليه، عندنا كمان فلفل وطماطم وصلصه وفلفل حامي، وكمان رشه سكر بتطعمه قوي، وعندنا كمون وكزبره وبهارات وكزبره خضراء، خلاص ملح وفلفل طبعا. كان في بتنجانيه انا ما نقطعها كده ماشي. بص بقى كده طبعا مسخنه الزيت عشان ما ياخدش وقت، والبتنجانه متقطعه حلو كده وعايزه تتاكل وهي ايه نيه. يلا هسيب دول كده وهنعمل الصوص بتاعنا كمان، والفلفل كمان هقليه. خلاص النهارده هنفطر مسقعه. موجود. طعمية بقى وفول بالصلصة. تمام. انا عارفة انها مغسولة بس انا ما بطمنش غير لما بغسل الحاجة بنفسي. ننشفها كمان. وابتدي اقطع. نعملها بالطول كده. البتنجان ما لو تخين قوي مش بيبقى حلو، فخلينا في الوسط يعني، ولا رفيعه قوي ولا تخين يعني. بصوا الشريحه عامله زي كده، نفس دي كده. عايزين نعمل يا لولو البتنجان ده بانيه. بالبيض والبقسماط. فكرت فيها دلوقتي. طيب نعمل الصوص بقى، ايه رايكم عقبال ما البتنجان يتقلي؟ اجيب ده كده عشان نحطه اول ما البتنجان يطلع من الزيت، وخلي بالكوا الفلفل كمان هقليه. خلاص فنقطع كده برضو. طبعا احنا ممكن اللي حابب يحطه في الاير فراير يحط، اللي حابب يحطه في الفرن براحته خالص، بنرش عليه رشة زيت.
حلوه اللي بتبقى الازازه اللي هي بخاخه دي، بنحط فيها زيت وفي نفس الوقت بيبقى قليل. اللي حابب يعني ايه يحط زيت بتبقى كمان ايه اقل من الفرشه شويه واسهل. فجيبوا البخاخه فاضيه كده وايه واملوها زيت، وابقوا رشوا بيها الفلفل، البتنجان، الحاجات اللي انتوا عايزين تدخلوها الفرن او الاير فراير. الفلفل كمان بيطعم لي المسقعه قوي. يلا نحط الثوم والطماطم عشان تتسبك، احط لهم زيت عادي او زيت زيتون. ممكن الزيت ده انا لسه حطاه فاحطه هنا، نوع من انواع التوفير. حطيت التومية، فص التومة رفيعة. طبعا التوم هنا قليل عشان ولاء ما بتحبش التوم، بس انا كنت هزوده شوية عن كده. ونحط حبة فلفل كده نقدحهم بما انها سبايسي. هنشطشط كده النهاردة، بقالي كام يوم بعمل لكم حاجات ايه مش مشطشطة. الصلصة كده بس، واسيبهم لحد ايه ما يتسبكوا كده. المفروض احط الطماطم، احطها بعد شويه، احطها دلوقتي. اول بس ما احس ان سخن قوي احط الايه الطماطم. طيب اقلب ده كده لسه شويه. هنحط البهارات، الكمون، كزبرة، والبهارات مشكلة، الملح، فلفل اسود. نقلب كويس قوي. هحط الطماطم واسيبها بقى ايه تتسبك براحتها خالص. نكمل بقى تقطيع الفلفل. عايزه اقول لكم انا من الناس اللي بحب بذور الفلفل جدا وبحب ازوق بيها، يعني ما بحبهاش تترمي. نحط كده شوية فلفل، الفلفل مع البتنجان في الزيت بيطعمه قوي. بس احنا عقبال اصلا ما نطلع فاصل نرجع ان شاء الله الدفعة دي تكون ايه. طيب الطماطم اهي مع البهارات والكمون والكزبرة والملح والفلفل الاسود، هحط معاهم معلقة خل، وفي الاخر خالص هحط الهريسه. نحط الخل السكر، السكر بقى بتخلي طعمها سكر، بتخليها معسله وجميله جدا. معلقه صغيره قوي
وهتعملي توازن مع الحاجات السبايسي بس كده. خلاص ايه رايكم نطلع فاصل بقى؟ هنطلع فاصل ونرجع ان شاء الله نكمل المسقعه، وعندنا النهارده كمان نعمل وردات الجلاش. يلا بينا فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا طلعت كميه وحطيت كميه تانيه اهو، حط كده شويه فلفل، وعايزين نلحق نعمل مسقعه عشان عايزه ادخلها الفرن كده 10 دقايق تدي ايه وش كده حلو. طيب احنا كان فاضل لنا ايه في المسقعه ما خلصناهوش؟ هنا عملنا الثوم والطماطم شوحناهم كويس قوي مع فلفل حامي وصلصه طماطم. هنحط بقى ايه الهريسه المشطشطه الحلوه دي ونقلب. خلاص يلا يلا نبتدي نشتغل بقى. هحط كبشة وافردها كده. ممكن الطبقة اللي تحت دي ازود شوية. نفرد كده. على فكره دي تتاكل ساقعه او سخنه، يعني زي ما انتوا حابين. يعني انا هعملها سخنه دلوقتي هدخلها الفرن، ممكن بعد ما نخلص نحطها في الثلاجه وتاني يوم ناكلها ساقعه. طعمها مختلف وحلوه قوي، يعني دي طعم ودي طعم. الفلفل مهم قوي، الفلفل ده بيدي طعم تحفة للمسقعة. سيبها شويه كمان دي. هنحط ثلاث طبقات من البتنجان، لو انتوا شايفينهم كتير حطوا طبقتين. انا هشوف لسه، يعني حاستها انا كده حطيت ايه طبق. والله هحط طبقتين. خلاص فاضل لنا طبقة كمان والصوص. شايفين شكل البتنجانية يجنن. نخلي الفلفل شوية كمان كده. بس كفايه كده. هشيل الفلفل. هو الموضوع ده بياخد وقت شويه بس صراحه عارفين شبه كده ورق العنب، بنقعد نعمله في ساعتين
خلطه ولف، وبعد كده يتاكل في 10 دقايق. المسقعه كده برضو نقطع ونقلي، بعد كده نغمس في 5 دقايق نكون خلصنا، خلاص فطرنا. نحط بقى كده البتنجان الحلو ده كده، واسيبه براحته بقى، ده خلاص احنا مش هنحتاجه ان احنا نحطه في المسقعه. بتنجان بقى حلو لو اتقلى وسبناه تاني يوم ممكن نعمل بيه حاجه تانيه خالص. هشيل دي كده خلاص واضغط كده عشان ايه الدفعه دي بقى هتتقلي اسرع بكتير من اللي ايه من اللي فاتت. يلا هنحط بقى ده كده وهدخل الفرن 10 دقايق بكتير قوي. نفرد نحط كده كام واحدة ومش بإيدينا عشان هي حراقة فنخلي بالنا. بس كده كفاية قوي زي ما هي كده هندخلها الفرن. تعالوا بقى هنعمل دلوقتي وصفة شكلها حلو وطعمها احلى وخفيفه جدا. عندنا جلاش، عندنا زبده، عندنا جبنه قريش، عندنا سمسم. خلاص هنحتاج ايه؟ هنحتاج بس نسيح شويه من الزبده. مع حبه من الايه من الزيت اللي موجودين هنا، حتى هاخد شويه من هنا. خلاص اهو. هسيح شويه من الزبده. هحط زيت زيتون بما انها جبنه قريش وكده، خلينا ماشيين ايه وصفه كده صحيه. هحط زيت زيتون واستنى ايه الزبده لما تسيح. هجيب الجلاش هفرده كده وهنعايزين 3 ورقات مع بعض. معانا ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا جاد، عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب تمام. دايما. اخبارك ايه؟ تمام يا حبيبه قلبي. تمام على الحاجات اللي بتعمليها. تسلمي يا رب. تسلمي، اخبارك ايه؟ جميله الحمد لله تمام. شكرا. ايه قولي لي بقى. انا متابعك على طول على فكره يا غاده من زمان، متابعك على الانستا. شكرا يا حبيبتي، شكرا. ايوه شكراً. انا كل الناس اللي بتبعتلي على فكره برد عليها على طول. ربنا يخليكي يا غاده. تسلمي لي يا حبيبتي. ان شاء الله هجرب المسقعه بطريقتك. ان شاء الله جربي المسقعه بصوص الهريسه هيعجبك قوي قوي. ولو ما فيش هريسه ما فيش مشكله، حطي بس شويه شطه كده مع الصلصه. عندك؟ إن شاء الله. طب قولي لي ايه رايك في الوصفات اللي بنعملها بقى لنا كده كام اسبوع؟ جميله قوي طبعا، كلها مبادرات حلوه وجميله، وتسلم ايديكم على كل اللي بتقدموه، كويسه طبعا. صباحك زي الفل. عايز تساليني على حاجه؟ لا يا حبيبتي ربنا يخليك، انا حبيت بس اسلم عليك وصبح عليك. تسلمي يا حبيبتي، شكرا ليكي. شكرا. القرفيز. يلا تعالوا بقى، انا عايزه فرشه. ما فيش. ده
بصوا بقى كده، بس شكلي هلبس جلافز عشان هنفتت الجبنه. والله انا لو في بيتي مش هلبس الجلافز، بس احنا هنا. نلبس بقى كده ونحط ونفتفت الايه الجبنه. خلاص اهو، بصوا هنفتفتها كده ونحط ونرش عليها. والله بفكر ارش واحده بالبقدونس واحده بالايه، بما ان بالكزبره الخضراء او البقدونس، واحده بالسمسم. نحط السمسم نجيب بقى واحده كده كمان، هتعجبكم قوي وخفيفه جدا وتنفع كمان لللانش بوكس. دايما بقول اللانش بوكس بالنسبه لي مش مدرسه بس، اي حاجه، شغل، كليه، نادي. خلاص بنعمل كده، خليني بس ايه، بنعملها كده اهو. ورق الزبده هنا بحط عليه برضو كده، بكشكشها اي كشكشه، وبعدين بعملها كده اهو. بصوا سهله ازاي اهي، مفيهاش اي حاجه. خلاص ممكن نجيب واحده بس، بيبقى بقى كل جلاش وعلى حسب النوع بتاعه. نقفلها كده عشان لو في جبنه زهره ولا حاجه. بس خلاص خلصت، بنحطها كده وندهنها وارش عليها من فوق سمسم. معانا ليلى. ايوه جميل، ازيك يا ليلى؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ انا بحب أصبحني. اسم حضرتك قوي. يعني بحب اسم ليلى جدا. يا حبيبتي خدي بالك، بتاع مجنون وليلى زمان. لا بلاش مجنون، خلينا في ليلى. طب قيس وليلى. ماشي. لا لا لا، غدا غدا جميل وليلى. ماشي انا موافقه. انا بحبك قوي حبيبتي والله. وانا كمان يا مدام ليلى والله. انا حابه الجلاش اللي بتعمليه ده. ايه رايك؟ بصي مع كوبايه شاي سخنه كده على الصبح خطير. انا عملته بالجبنه الرومي وبعمله باللحمه المفرومه. حتى ما بعملوش فيه. احنا لا اعمليه بالقريش، انا عاملاه بالقريش، مختلف تماما وخفيف جدا جدا. طيب يعني ومن غير قشطه ولا من غير كريمه؟ اهو اهو بصي، ايه رايك فيا؟ من غير قشطه ولا كريمه ولا حاجه، قريش. اللهم صل على النبي. حلو قوي والله، هعملها. اعمليها جميله جدا بالجبنه دي، بعمله كان جميله جدا وخفيف جدا جدا جدا، هتتبسطوا بيه قوي. ولو مش عايزين تزودوا زبده حطوا زيت زيتون، بس هو حلو قوي بالزبده وزيت الزيتون. اللهم صل على النبي. حبيبتي ان شاء الله هعمله بجد، ويمكن دلوقتي كمان. ايوه اعمليه دلوقتي. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ اعمليه وصوره لي وابعتي الصور عشان ننزله عندنا كمان لو عايزه. اعمل ايه؟ اعمليها وصورها لنا وابعتها لنا على صفحه الفيسبوك وننزله عندنا في البرنامج. ان شاء الله. ماشي. رب العالمين باذن الله. ماشي يا حبيبتي ان شاء الله يا حبيبتي. ماشي يا حبيبه قلبي، وانت طيبه يا حبيبتي. المفضله بتاعتكم اللي من غير اللحوم دي جميله دي. ايه رايك؟ حلوه جدا جدا، وبتخلي ليه طلعت منكم حاجات ما كانش تخطر على بالنا نعملها. صح، يعني اكتشفت ان في حاجات كتير الواحد مش عارفها في الحاجات اللي من غير لحوم. صح، وبتبقى جميله جدا، خصوصا في البطاطس والجلاش والعجاجن. الحقيقه يعني انتوا عاملين مبادره جميله قوي وانا فرحانه بيها قوي. انا مبسوطه قوي ان انا مبسوطه قوي، انا مبسوطه قوي من اللي حضرتك قلتيه دلوقتي، اللي انت واخده بالنا ان احنا طلعنا حاجات كنا فاكرين انها ممكن ما تبقاش موجوده. يعني لا 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 لا، ده انتوا طلعتوا كل المستخبي. شفتي شفتي، اختراعات اختراعات. اي والله جميل جدا جدا جدا. حتى يا عيني اللي ما بيقدروش اللحمه غاليه يجيبوا، لقوا حاجات حلوه يعملوها. بالظبط، ومفيده مش بس يعني حلوه. دي مبادره رائعه على فكره. القناه دي اصلا قناه، انا متابعه القناه دي من اول يوم فتحت.
تخيلي. ايوه دي والله ما بكذب والله والله، حتى ما رحت مره لاخويا في ابو ظبي بقيت اقول له هات لي حاجه اسمها سي بي سي سفره، بقى يدور عليها ويجيبها لي. قناه جميله فعلا، احسن من قناه تانية كانت منافسه لي. مرسي يا حبيبتي قوي، مرسي مرسي جدا. بص بقى وانا بكلم مدام ليلى عملت ورده كده، بصوا حلوه ازاي، شايفين شايفين الورده دي مضمومه قوي، والورده دي ايه مفتحه شويه. شوفوا كل واحد يحب يعملها ايه. هنعمل واحده كمان وبعد كده ايه نطلع فاصل. المفروض عندنا وصفات كتير، انا شكلي كده يعني هعمل يا دوبك البانكيك بتاع السبانخ، مش عارفه هنلحق نعمل حاجه تانية ولا لا. الوصفات انا بحب اخدم الوصفه بتاعتي، فالوصفات محتاجه شغل بالراحه عشان انتوا كمان تستوعبوها. خلاص معانا ام محمد. صباح الفل. صباح الفل، ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازاي صحتك يا جميله؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. اخبارك ايه؟ على المسقعه وعلى اللي بتعمليه. شكرا ليكي شكرا. شفتي الجلاش النهارده اللي بتجيبنا القريش؟ جميل جميل، تسلمي ايديكي وعينيكي يا حبيبتي. تسلمي لي انت يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب يا رب. احلى دعوه، بحب الدعوه دي جدا بجد. ربنا يحسن ما بين ايديكي كده، ودايما واقفه على رجليكي يا رب، وتشوفي التقدم لتقدم يا حبيبي يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا رب، ربنا يدينا كلنا الصحه والستر من عنده يا رب يا رب يا رب، يديكوا كده والقوه والصحه يا رب. شكرا يا حبيبه قلبي. مش عايز تساليني على حاجه على الصبح كده؟ لا يا جميل، تسلم ايديكي. شكرا ليكي شكرا يا حبيبتي. بصوا بقى عايزه اقول لكم من احلى الدعوات اللي بحبها، ربنا يحسن ما بين ايديكي. كنت وانا صغيره اقول يعني ايه الدعوه دي، دعوه كده غريبه، وبحب جدا ربنا يحفظك من الناس اللي بتقولها لي، وكمان فعلا فعلا ربنا يدينا الصحه والستر، دي اهم حاجه في الدنيا اهم حاجه. طيب هنكشكشها كده. دي بقى ايه؟ ورده الجبنه القريش بالخضره، سواء بقى كزبره خضراء او حتى بقدونس. هنلفها كده لفه حلوه وبعدين ايه نحط بقى في الفرن. خلاص دول كده هنحطهم في الفرن، نعملها من هنا كده. على فكره اي حد ممكن يعملها، مش صعبه خالص، اوعوا تفتكروا انها صعبه ابدا. سمسم بس هنحطها في الفرن، بس انا هعمل واحده كمان في الفاصل. بصوا بقى هشيل البتنجان ده يعني خلاص كده اتقلى ماشي، وهنرجع بقى نعمل بانكيك الرز بالسبانخ. النهارده عندنا رز بالسبانخ بس عاملينه بطريقه مختلفه. هنطلع فاصل ونرجع اوريكم ازاي. يلا بينا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا انا استخدمت نفس الطاسه اللي عملنا بيها صلصه المسقعه، حطيت الثوم اهو ومكعب زبده، وهستناه بس يسخن شويه على النار، وهحط معاه صلصه الطماطم وممكن طماطم مفرومه فريش لو انتوا عايزين. ده هنعمل ديبنج الجبنه البيضاء الفته، لو عايزين نعمل شيبسي في البيت كده بطاطس محمره ونغمسها بيه. تعالوا نشوف بقى الكومنتات بتاعه امبارح عشان وصفه ام علي اللي احنا لا ام علي الرز المعمر. امبارح عملنا رز معمر ده كاتشب بيتي ماشي. يوسف تسلم الايادي يا شاف، وايلان ايلان تسلم ايدك احلى شاف حلوه قوي، وهود تسلم ايدك، تسلمولي يا حبايب قلبي تسلمولي يا رب. كمان في نرمين صديقه البرنامج تسلم الايادي، محمد عبد المؤمن واو شكرا يا محمد شكرا ليك. ماشي نسبك بقى الكاتشب مع التوم كده. شوفوا كمان وصفه الارنبيط بتاعت امبارح، الناس كلها كانت مبسوطه بيها قوي. هنحط الجبنه الفته اهي وهي سخنه كده مع الصوص، حبه كمون، شوية فلفل تشيلي، نقلب.
لغايه ما الجبنه ايه تسيح شويه خلاص، او نهرسها حتى بالشوكه. طعمها لذيذ قوي يعني، بدل ما هناكل كاتشب بس، لا هناكل كاتشب كده بالبهارات والجبنه الفته، ويبقى سبايسي شويه مع البطاطس المحمره اللي مقطعينها زي الشيبس كده بالظبط. بيتي طبعا، كله بيتي. شايفين مدام ليلى مركزه معانا ازاي لما قالت ان انتوا بقيتوا تخترعوا حاجات احنا نفسنا ما كناش نعرف انها ممكن تتاكل. يعني النهارده احنا متعودين على السبانخ والرز اللي احنا بناكلها سبانخ ورز، لا النهارده هعملها بطريقه مختلفه، واوعوا تفتكروا انها وحشه ابدا، طعمها حلو قوي. فاكرين لما كان عندنا وصفه الرز اللي عملنا بيها الكراكرز شيبسي الرز اهو، اللي كان رز مسلوق، حطينا معاه بهارات وكمان رشه شطه وملح وفلفل اسود وزيت زيتون، ده كده لوحده عملناه شيبسي. طب النهارده هنعمل ايه؟ هنجيب السبانخ مع شويه كزبره خضراء مع شويه بيض، هنحطهم على بعض ونشوف البانكيك اخباره ايه. انا هجربه معاكم، بس طعم الرز بالسبانخ هيبقى حلو قوي. خلاص هنجربه كده مع بعض ونشوف ايه الاخبار. اول حاجه هحطها هو البيضه، وهتبلها بمعلقه خل مع ملح وفلفل اسود، بس خلوا بالكم قليلين قوي عشان احنا اوريدي متبلين الرز، فمش عايزه الحاجه تبقى حادقه. فرشه فلفل صغيره قوي، رشه ملح بسيطه، لما الحاجه تبقى عذبه ممكن نحدقها، لكن لما بتبقى حادقه بتبقى صعبه قوي في وصفات معينه ان احنا نظبطها تاني من اول وجديد. هحط بقى مع البيض كده على طول السبانخ المفرومه معاه شوية كزبرة وتوم، وهحط كمان السبانخ الكزبرة الخضراء، حبة لبن مش كتير، لان وما حطيتش دقيق على فكرة، ليه؟ اوريدي الرز فيه نشا، فان شاء الله هيمسك معايا. لو حسيت انه ما مسكش هقوم مزودة شوية دقيق، هجرب كده في واحدة بس. انا يعني بحاول على قد ما اقدر ما احطش دقيق، عايزاها كده تبقى منها فيها عشان تبقى مفيدة جدا. لو حطينا دي القيمة الغذائية بتاعتها مش هتبقى عالية زي وهي من غير دقيق. معانا ام طه. صباح الفل يا شيخ. صباح الفل، ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. اول مرة تكلميني إيه؟ صح؟ لا انا كنت بكلمك كتير بس انا غايبة بقالي شوية. بجد يا حبيبة قلبي، اخبارك ايه؟ ويصلح حالك يا رب. يا حبيبتي تسلميلي، يا رب تسلميلي. الوصفات الحلوه دي النهارده ان شاء الله. يا رب تعجبكم كده وتجربوها وتتبسطوا منها. ايوه والله الحلو ما يعملش الا الحلو. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي ذوقك. ايوه يا ام يوسف. ازي حضرتك؟ ازيك يا سيدي؟ ازيك، عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله إيه؟ تمام يا حبيبتي تمام، صباحك زي الفل. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه يا ام يوسف من الدقهليه؟ اهلا بيكي. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك الصراحه، الاكل من جربت من وراكي كذا مره ما شاء الله جميل قوي. شكرا ليك يا حبيبتي، شكرا ليك. مش عايز تساليني على حاجه؟ لو ممكن الكاتشب، الكاتشب البيتي. الكاتشب البيتي حاضر هنزله حالا. عايزه اقول لكم عملناه بطريقه تحفه، وبجد تستغنوا عن الكاتشب اللي من بره خالص. هو يعني الفكره اللي في الكاتشب البيتي، اولا توفير في الفلوس في الميزانيه، لان في ناس الكاتشب بالنسبه لها لازم يومي. ثانيا بقى وده الاهم بالنسبه لي، ان ما فيهوش مواد حافظه، وده حاجه مهمه جدا ان ما يبقاش فيه مواد حافظه في الوصفه. انا بصوا يعني انا غلطت ان انا رحت حاطه الرز على كل كميه اللبن دي، انا حاسه انها مش هتمسك، بس هجرب واحده كده معاكم. لو ما مسكتش هحط دقيق، بس لو شميتوا الريحه اللي انا شماها هتعملوا الرز اللي بالسبانخ دي على طول. الكاتشب اهو خلاص، شكلنا كده ايه هنطلع فاصل. بس قبل ما اطلع فاصل هحط الجبنه اللي بالكاتشب الحلوه دي، ادوقها كده الاول، ادوقها معاكم عشان تعرفوا قد ايه طعمها حلو. في حاجات ببقى عارفه ان انتوا ممكن تحسوها غريبه فاقوم ضايقاها كده قدامكم. هتشوفوا رد الفعل بتاعي على طول كده. يلا خلي بالكم شطشطه بس شويه، فلو مش عايزينها مشطشطه ما تحطوش اللي انا عملته ده، الفلفل التشيلي، زيت زيتون بقى وبقدونس او كزبره خضراء، ونزوقها بالشيبس. نطلع فاصل وارجع ازوقها.
تاني بعد الفاصل. بصوا الجبنه اللي بالكاتشب وحطينا زيت زيتون وحبه كزبره كده خضره، طبعا كزبره بقدونس اي خضره عندنا، هنزوقها بالفلفل كده، وبما ان في سمسم ني هحطها برده، ليه لا طالما هنستفيد منه. خلاص اهو كده خلصنا الجبنه، هنزوقها بايه بقى او هناكل معاها ايه؟ شيبس 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 كده بيتي حلو متقطع بالمندولين او حتى بسكينه رفيعه قوي، نبقى شاطرين كده ونقطعه وننقعه في ميه مع التوابل بتاعتنا سواء شطه ملح فلفل اسود كمون، وبعد كده ننشفه ونقليه. خلاص حلو كده. طيب تعالوا نشوف بقى البانكيك، نشوف الوصفه نجحت ولا لا. بصوا بقى طالما عملت كده تبقى نجحت. بصوا طالما اتحركت كده من مكانها اهو اهو، شايفين عامله ازاي كده؟ الحمد لله الوصفه بتاعتي نجحت اهو الحمد لله. طيب هحط هنا كده شويه سمسم، سبانخ ورز عملناها بانكيك، انتوا متخيلين؟ بس اهم حاجه السبانخ تبقى من غير صلصه طبعا عشان تدينا طعم حلو. الكزبره والرز، عايزين ناكل سبانخ ورز اهو، عملناها بانكيك بطريقه حلوه وبسيطه. شايفين حلوه ازاي؟ الله 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 كده. خلاص نحركها كده عشان اعرف احط واحده كمان. معانا نور، اهلا يا نور. ايه ده؟ ايه الصوت الحلو ده؟ ها؟ ازيك يا نور؟ ينفع تعمل لنا طريقة السينابون؟ حاضر عيني عيني حاضر، بس الأول كلي السبانخ اللي بالرز ده البانكيك، جربيها ولو ما عجبتكيش ابقي كلميني، هتعجبك جدا. خلاص؟ وعد؟ نور قفلت. الأطفال مش عايزين حاجة غير إن الحاجة تبقى طعمها حلو، فتخيلوا عامل لهم حاجات مفيدة وفي نفس الوقت عاملين من البواقي كده اتبقى وصفة عملناها بطريقة حلوة كده، ففي الآخر أهم حاجة بالنسبة لنا الطعم يبقى حلو. تعالوا بقى نطلع المسقعة من الفرن، أنا كده إيه زودتها قوي يعني بقالي كتير حطاها، بس أنا بحبها محروقة كده زي ما هتشوفوها كده من فوق، بحبها جدا كده. بصوا خلصنا المسقعة النهاردة بصوص الهريسة الخطيرة، عملنا جلاش الوردات ده النسخة، وهتبصوا وبصوا على اللي انا عملته قدامكم اخباره ايه. ممكن نحطه كده خلاص، نبص كده على البانكيك. عشان عايزين نقدمه بره برضو بالمره، دول مثلا استوت خلاص، نحط اللي استوى هنا عشان كله مره واحده نحطه على السفره بتاعتنا. بصوا الطاسة هنا بتسرع شوية السوا، هنشيل دي بس عايزة شوية كمان، دي استوت طالما بتطلع بسهولة تبقى تمام. معانا ام طارق يا غاده.
ازاي حضرتك عامله ايه؟ ايه الجمال اللي انت بتعمليه ده؟ ربنا يخليك يا رب. على فكره انا متابعاكي من زمان، طول عمرك جميله حبيبتي وشياك وحاجه مفيش بعد كده. شكرا ليكي يا حبيبتي، شكرا ليكي. تسلم ايدك، ايه الجمال اللي انت بتعمليه ده؟ شفتي السبانخ اللي بالرز اللي عملناه بان كيك؟ جميله والله. جربيها هتعجبك قوي بجد. انا بحب السبانخ جدا على فكره. دي سبانخ وكزبره ورز مسلوق مع بيضه وحبه لبن. حبيبتي تسلم ايدك والله بجد، حاجه جميله. حبيبتي تسلمي لي يا ام طارق، تسلمي لي حبيبه قلبي، شكرا ليكي وعلى صباحك الجميل ده. كده نطلع بس الباقي عشان اقول لكم باي باي. عملنا النهارده ايه؟ ممكن نقول عملنا ايه وانا ايه بغرف الحاجه. عملنا من بواقي السبانخ والكزبره وكمان الرز المسلوق الكراكرز بتاعت الرز، عملنا بان كيك السبانخ بالرز، عملنا كمان مسقعه بالهريسه حلوه جدا، عملنا الجبنه اللي بالكاتشب كديبنج وقدمناها مع الكاتشب البيتي الحلوه قوي، وعملنا وردات الجلاش اللي بالجبنه القريش مع السمسم. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. باي باي.